السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله حمدا يليق بعظمته وكبريائه، الحمد لله على آلائه ونعمائه، الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها السادة الكرام وزملائي وأحبائي، موضوع حديثي معكم اليوم الامتحان النصف السنوي، فأرجو منكم أن تستمعوا إلى كلماتي وتشجعوا هذا الطالب الصغير. فقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الإخوة، بقدر ما يقرب منا وقت الامتحان يشتد الخوف والفزع في قلوب إخواننا الطلاب، ويزداد الذعر والقلق في أذهانهم. يقضون أيامهم في المخاطر والطموحات، ويترددون بين المخاوف والتدلعات، فلا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار، ولا يطيب لهم طعام ولا يسوغ لهم شراب، فيتفكرون ويتمعقون وهم يتساءلون: ماذا يكون مصيرهم في الامتحان؟ ماذا يكون مصيرهم في الامتحان؟ هل النجاح مكتوب أم ماذا؟ هكذا وهكذا. فتفكروا أيها الإخوان، هذه هي صورة الامتحان الأرضي الذي يدور بين العباد وبين العباد، فكيف بالامتحان الحقيقي الذي يقوم فيه العباد أمام رب العالمين؟ هنالك يتوزع الناس بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود. ويصور القرآن الكريم تصويرا بليغا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلينا أيها الإخوان أن نستعد لذلك الامتحان استعدادا تاما، ونهتم به اهتماما بالغا، لأن السقوط في هذا الامتحان مهانة ليس وراءها مهانة، وشقاوة ليس بعدها شقاوة، وإن النجاح فيه سعادة ليس فوقها سعادة، وانتصارة ليس بعدها انتصارة. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة، أريد أن أصرف كلامي لساعة إلى هذا الامتحان الأرضي كما كان من العلوم أن الطلاب الذين يجتهدون في القراءة طول السنة ويواظبون على الدراسة والمذاكرة ويداومون على الجد والاجتهاد، فهم لا يخافون الامتحان، لا يهابون هذا المقام،
بل يستمرون على العمل بكل هدوء واطمئنان، فيعملون ويسعون ويجتهدون ما يجتهدون حتى يتشرفوا بالفوز والفلاح ويسعدوا بالظفر والنجاح. فنصيحتي لكم أيها الإخوان أن تشتغلوا بالمذاكرة والتكرار، وأن تكبوا على شؤونكم وأعمالكم، وابذلوا كل ما في وسعكم في الأهبة والاستعداد للامتحان، وتجنبوا عن كل ما لا يليق بكم، عن كل ما لا يليق بكم. هذا هو الالتماس مني إليكم كأخ ناصح لكم، فربما لا تقيمون له وزنا، فستذكرون ما أقول لكم، فأفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأكتفي بهذه الكلمات، مع السلامة.